تواصل وزاره الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزاره خلال 24 ساعه من ضبط 512 عشرة قضيه تمونيه بمضبوطات بلغت اكثر من 117 طن مواد غذائيه وغير غذائيه. وتم ضبط قرابه 34 طنا في مجال الاستلاء على السلع المدعومه. كما تم ضبط أكثر من 63 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن أسمنت، كما تم ضبط 719 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و90 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.